الهريفي فهد الهريفي لسعيد الغامدي مقطوعه لكن حصلها سعيد الغامدي مره ثانيه ومع فراج الشهري تروح لماجد عبد الله خذوها داخل ماجد عبد الله اول مرمى في المرمى جول. الهدف الاول للنصر ماجد عبد الله كره يتبادلها ماجد عبد الله والغامدي وفهد الهريفي انفرد فيها ماجد عبد الله وحطها في المرمى ويسجل منها الهدف الاول في الدقيقة 28 من الشوط الثاني. اشوف اعادة لا اشوف ماجد عبد الله بعد الكرة مع الهزاع وينفرد وماجد عبد الله بيحطها في المرمى ويسجل منها الهدف الاول للنصر بعد مضي 28 دقيقة من زمن الشوط الثاني. شوف ماجد منفرد بالمرمى.